هؤلاء وهو عرضة لهذا البلاء العظيم كان يسمع خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرتاب فيه أو يشك حاشاه أو لا يصدقه. إذن قرنوا بين العلم والعمل، هذا جيل فريد، والآن علم كثير وعمل مضمحل، فكثير من الناس يعلمون من الدين أمورا كثيرة، بعضها مشوه وبعضها مشعث وبعضها مغلوط وبعضها خيالات وبعضها عرف وموروثات، ولكن فيها أيضا ذخيرة محترمة مما يتعلق بالدين، فهل عمل به؟ الفصل بين العلم والعمل هو المشكلة التي تواجه أهل الدعوة إلى الله تعالى في هذا العصر. كلام كثير، وتأمل في الذين يقضون لياليهم بطولها بطريقة هي طريقة المدمنين، والإدمان لا يتعلق فقط بالمخدرات ولا بالمفترات ولا بالمسكرات، بل الإدمان أيضا يتعلق بأمور كثيرة، فقد يدمن عادة من العادات تصير إدمانا حقيقيا ولا يستطيع أن يتخلف عنها ولا أن يبتعد عنها، فيصل الأمر بهؤلاء في عكوفهم على أجهزتهم بالليل وبالنهار إلى حد الإدمان، لا يستطيع أن يغلق صفحته كما يقولون ولا أن يلغي حسابه كما يزعمون، لا يستطيع. ولا أقول إن ذلك عنده وصل إلى درجة اعتياد التدخين مثلا، بل هي إدمان الأفيون، فهو لا يستطيع. وجرب إن كنت مبتلى، هل تصبر؟ ما هو إلا أن يحركك أحدهم فيقول لقد رد عليك فلان، لقد عرض بك فلان، لقد ذكرك فلان، ألم تسمع لقول فلان؟ ألا تدري ما وقع بين فلان وفلان؟ حتى تعود كالمدمن الذي لا يستطيع أن يفارق مادة إدمانه. فهذا ما يلهيهم وما يشغلهم. هؤلاء هم الدعاة، هؤلاء هم الذين يحملون أمانة الدعوة إلى الله. ألا ترون المسلمين من جماهيرهم من العوام هم أولى بوقتكم، علموهم، ادعوهم إلى التوحيد، حذروهم من الشرك في الاعتقاد والقول والعمل، دلوهم إلى الخير، علموهم الوضوء فأكثرهم لا يعرف كيف يتوضأ، علموهم الطهارة، علموهم الصلاة، علموهم مكارم الأخلاق. كثير ممن أنعم الله عليهم بالمال لا يعرفون كيف يزكون أموالهم. من المسؤول عن هذا؟ هم وأهل العلم، فهم فرطوا، وكثير منهم يخرج زكاة ماله على حسب ما يراه هو، ويخالف مخالفات قاطعة تقضي بأنه لم يؤدي زكاة ماله لسنوات منذ ملك النصاب وحال عليه الحول. اتقوا الله فيهم، ودعوكم مما أنتم فيه، اتقوا الله، لا تضيعوا أنفسكم ولا تضيعوا الأمة، إنما صنعوا لكم مواقع التواصل الاجتماعي لينهوكم ولكي يأخذوا منكم معلومات ما كان لأحد منهم أن يبلغ الوصول إلى عشر معشارها لولا أنكم تفعلون بأنفسكم. اسمعوا العجائب، الرجل يقضي حاجته يكتب قضيت حاجتي، يغتسل اغتسلت، المرأة صنعت اليوم طعاما صنعت كذا وكذا ومن هيئته كذا، وربما لا أدري ما يقولون أنزلت بعثت صورت صورته وعرضتها. ما هذا العبث؟ عمركم نفيس، اتقوا الله فيه. اللحظة التي تمر تقربك من القبر لحظة لا محالة، العمر محدود، اتق الله فيه. إذا جئت يوم القيامة بثانية خالية من عمل صالح ولم تشغلها بعمل طالح، يعني في مباح، كانت عليك ترة وحسرة وندامة، لأنه يكون الأبعد كالذي يمر في الطريق فيجد بعرة ويجد ضرة فيترك الضرة ويأخذ البعرة، سنلومه، لكن هل وقع في محذور شرعي؟ لا نقول،
فكذلك إذا مر عليك وقت في مباح لا لك ولا عليك كان حسرة يوم القيامة خزانته فارغة كما قال ابن الجوزي. فانظر إلى أصحاب رسول الله في وسط هذا المعمعان المجنون والعاصفة القاصفة والأتون المشتعل من الإيذاء والعدوان والعناد البغلي، يفرض الله عليهم في البدء قيام الليل سنة كاملة، ثم يرفع ذلك رحمة به في ذلك الوقت وفي تلك الحال وفي تلك الأحوال وفي تلك الظروف، يفرض عليه قيام الليل بهذه الصيغة. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان ذلك فرضا واجبا حتما على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته. بعد عام نسخ ذلك، فاقرأوا ما تيسر من القرآن.